رح تعرفنا عليها بالتفصيل بي تي في شوبينج مع دومينيك. صباح الخير، كيفك؟ كله تمام؟ هو المنظر حلو بس مش للاكل. انتبه انتبه، مش للاكل ابدا. ايه بس كثير حلوين. حلوين اليوم انا جايبتهم خصوصي بمناسبه حلقه الفالنتاينز. يلي بده يشتري نقوا هلا وقولوا ريفرنس ايوان، اعملوا حالكم انه هيدا تحت الطلب. ما هيك وهيك بيوصل لعندهم جاهز، ما عندهم حجه الوقت التاخير عجقه ابدا ابدا، بيفتحوا الباب وبيلاقوها عندهم. هي هي. وبعدين باي ذا واي غيدا، الجولري شوبينج على بالتي في شوبينج هيدي كونسبت جديده بلبنان مش معودين عليها. نحن بلشناها من جديد وبتسهل يعني كثير عمليه، مثل ما قلتي سيفز ا لوت اوف تايم اند انرجي، ننزل على السوق وكل شيء. اجوا لعنا هلا هيدي فيني بعتوها شخص مباشره كمان للشخص المعني دغري. يعني مباشره يعني بيبعتوها من بيوصلوكي اياها وبيعطيكي عنوان الشخص بيوصلوا الكادو بيدفع حقه هو دغري. فرد مره كمان. ايه بتصير بتصير كله بيصير معنا. هدول غيدا هاند ميد، شغل امريكا وكلهم 18 كارت جولد وكاستم ميد، يعني تحت الطلب انعملوا. بنبلش هلا نحن جايبين مبلشين كله ببريسلتس لانه حسب القياسات تما نقعد نضيع بالخواتم وقياسات الصبيع. بلشنا بفكره البريسلتس. هلا انا رح بلش بهيدي السريه اللي موجوده هون. بنبلش من الايتم يلي اول واحد فوق يلي اصبعي حده، هو بشكل عين مطولة. في الحبوب الكحلي يلي فوق يلي هن الصفير مع الزركونيوم بالنص، بيرجع في كمان صفير بالنص مع البريسلت يلي معمولة من ذهب. كلهم عيارهم 18 كلهم 18 مضبوط. وبدكم تأيدوا الرفرنسز تما تضيعوا، لأنه أوقات بيدقوا لنا بيضيعوا بالأساور وبالألوان، بقى أيدون تما تضيعوا. أول وحدة A1 وحقها $330. أوكي، يلي تحتها هن نفس الألوان مستعملينهم بأول وحدة بس بشكل وردي. كمان صفير من برا بس من جوا الزركونيوم على الذهب الأصفر، يلي فوق على الذهب شوي افتح من الاصفر، تحت اصفر اكثر مبين على الشاشه. هيدي الريفرنس تبعها A2 وحقها $330. وعلى فكره غيدا كلهم فيك تاخديهم وحده بوحدتها، وفيك اذا لبقت اثنين اثنين كمان بيطلعوا كثير حلوين سوا. ثالث وحده من تحت هي بشكل وردي بس مش وردي، يعني مثل عين على وردي. هي الريفرنس تبعها B1، فيها روبي وذهب اصفر مع زركونيوم بالنص، وهيدي B1 حقها $205. اوكي، انعم واصغر من يلي فوق، من هيك ارخص. في مثلها على تركواز على اخضر، اخضر على ازرق، يعني بلو جرين. كثير حلوه كمان مثل الروبي اللي فوقها، وهيدي الريفرنس تبعها B2 وحقها $205. وهول كثير بيطلعوا ناعمين وحلوين اذا بينلبسوا مع بعضهم. يعني اللونين خاصه بالصيف بيعطوا اكلا مع البرونزاج، بيطلعوا كثير حلوين. يلي تحتها هي البريسلت تبعها معمول من الحبل يلي لونه بلون السكن كولر، من برا صفير ومن جوا كله زركونيوم بشكل دائري، كمان مثل عين مدورة. وهي الرفرنس تبعها B3 وحقها كمان مثل اثنين اللي فوقها $205. وهدول سهل يتظبط قياسهم على المقاس. كلهم كلهم ادجستبل، ما في مشكل فيهم. بيرجع يلي تحتها هي كمان بشكل مثل لارم دمعه. الحبوب تبعهم كحلي بس غير الكحلي عن يلي فوقها، يعني ضاربين على ازرق اكثر. هي هاي وهيدي الريفرنس تبعها، بس دقيقه تما نضيع. هيدي C1 وحقها $250. فاذا هي اللي بشكل دمعه C1 و $250. دغري تحتها في هيدي اللي بشكل الكف وكثير حلوه لانه هيك بتلمع كبيره وبتلمع اكثر من غيرها لانه فيها زركونيوم اكثر من غيرها، مع سكوير كحله بالنص. هيدي الريفرنس C1 وحقها $250.
وهولي بيطلعوا كتير حلو اذا لبستي اخذتي وحده مع حبل ووحده شان ذهب، بيطلعوا كتير هيك حلوين وستايلش. اخر وحده تحت هو نفس الازرق تبع يلي بشكل الدمعه بس على مدور، ريفرنس تبعها سي 2 وحقها 250 دولار، هي اخر وحده تحت يلي عم نفرجيها. اوكي، فاذا هول كانوا السيري يلي شوي بيختلفوا عن يلي بدنا نفرجيهم من اللون لل يعني هول شوي شيك اكثر من هول ستايلش فور ايفري داي كل يوم. مزبوط. رح نحكي عن السيري هاي يلي هن اسمهم هول سيركل اوف هوب. هولي بيجوا دائرة الأمل، دائرة الأمل هولي بيجوا بعدة ألوان، بيختلفوا من ناحية البريسلت الحبل مع الحبوب تبعها. هيدي اللي شايفينها هون حبلها أسود وحبوبها أحمر، يعني روبي مع الحبل الأسود، كتير مهضومين. ايه حلوين هول. هولي أنا رح حطهم هلأ هيك بكفة، بعدين هول كلهم أجستبل من ورا حسب قياس الإيد. اوكي، هاي الرفرنس تبعها هو او ان وحقها 125 دولار، يعني اذا بدنا نهدي ايتم اصلي وحلو وما يكون غالي ذس وود بي ذا بيرفكت تشويس. يلي وراها دغري هو يلي لونها موف مع حبوبها كمان موف، كثير حلوين. ايه كمان هاي الرفرنس تبعها اي 2 وكمان كله نفس السعر 125 دولار. الثالثة هي يلي لونها حبلة أورانج وحبوبة أورانج على يلو، كتير حلوين. ليك غيدة مش جولد جولد، ليك شو حلوة على لون إيدك لأنها فاتحة. ولا هوني كمان عم تشوفوا هيدي الرفرنس الأورانج، الرفرنس تبعها E4. واخر وحده كمان منفرجيها على ايد غيضه هي لون السكن كولر مع الحبوب الزرقاء، ليك شو حلوين مع بعضهم. ايه هون كمان مع ال... اوكي، وهيدي قلنا اي 4 و 125 دولار. فاذا هول كانوا الالوان الاربعه يلي اسمهم سيركل اوف هوب، وبيختلفوا اكيد بالوانهم. اكيد من ورا في عنا مثل ما عم بتفرجيهم غيدا الديتيل تبع التسكيره تبعهم، هن من حبوب ترانسبيرنت كمان كثير مرتبين وحلوين وكله ادجستبل. اوكي، هلا يلي بدنا ناخذ السيري تركواز يلي معك، هيدول كمان كثير حلوين يتاخذوا ام وحدهم ام سوا لانهم عكس بعدهم. اذا بدنا نبلش بيلي فوق من برا هو اللون الجولد يلي على بينك ضارب، لانه هلا كثير دارج ينحط البينك جولد مع اليلو جولد او الوايت جولد. صح. وبالنص هو تركواز، بيرجع اخر شيء بالنص نقطه كمان زركونيوم بس ضارب على البينك جولد. البريسلت تبعها هو حبل تركواز، هول كلهم فيك تاخديهم مثل كانه للعين بس مش كثير تبيك انه للعين. هيدي الريفرنس تبعها هو سي 5 وحقها 250 دولار، سي 5. ويلي تحتها سي 6 هو العكس تبعها، البرمه من برا حبوب تركواز ومن جوا يلو جولد مع زركونيوم ونقطه تركواز تحتها، سي 6 250. كتير ناعمين وحلوين هولي، وحتى بينلبسوا مع الساعة بيطلعوا كتير حلوين وبيعطوها هيك إفة. نرجع على آخر آيتم عنا إياه، هي بشكل سمكة جراي بيرل مع من برا زركونيوم بس مع ذهب أبيض تيلبق مع الجراي، وحبلها تركواز مع نقطة العين تبعها هي نقطة تركواز، وهي الرفرنس تبعها دي 1 وحقها 165 دولار. اوكي، فاذا هيدي كانت مجموعة الايتمز تبعنا شاملة، وبيقدروا المشاهدين يطلبوها حسب اذا ايدتوا الرفرنسز تبعهم، ما في مشكل توصلكم ثاني يوم فري اوف تشارج، اكيد السعر اللي عم بتشوفوه هو السعر اللي عم تدفعوه وبس.
وبس عبر عالم الصباح. جولري شوبينج مش موجود بعد الكونسبت بغير محطات. صحيح. فيهم يتربون على الارقام اللي عم تبين على الشاشه. وذاتس ات. هيدول للفالنتاينز، نقون بسرعه تتكونوا محضرين حالكم قبل العيد. ايه خاصه طبعا في اسبوع خلص الوقت عم بيركض. مزبوط. واكيد شكرا كثير لك دومينيك. نرجع نشوفك نحن ان شاء الله الاسبوع الجاي بعالم الصباح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع ضيفنا بالاستوديو، رح يعرفنا اليوم على دي اجندا بيروت. اكيد خليكم معنا.